هاي، إلى أين؟ أعتقد أنك تشبه أحداً ما. ماذا لديك تحت الخوذة؟ أنا لا شيء، لا شيء على الإطلاق. إذن دعونا نتحقق من ذلك. اخلع هذه الخوذة الغبية الآن. أها، ماذا؟ لا يوجد شيء. حسناً، لقد سقطت عبثاً. أرجو المعذرة، تفضل. هنا الحوض، المغسلة. لا أعرف لماذا لا تعمل. لا يمكنني حتى غسل وجهي. ستنجز، سأصلحها، لا تقلقي. الآن سأقوم بإصلاح الصنبور بسرعة من أجلك. للبدء أحتاج إلى هذه الأداة الضخمة. كل شيء جاهز تقريباً. نعم، قلت لك أن تكون أكثر صرامة معه. أثناء حديثها على الهاتف، سأقوم بتوصيل الطفل الصغير إلى وجهته. اسحف أيها الفأر الصغير، أليكس في انتظارك. أوه رهيب، من أين أتت الفئران؟ أحتاج إلى سد هذا الأنبوب. أوه أيها الفأر، أنت هنا مرة أخرى. يبدو أن أليكس لم يكن يبحث عنك. كيف الحال؟ هل انتهيت؟ لحظة لحظة. أوه، من أين تأتي هذه المياه؟ ساعدوني، ماذا يحدث؟ بعد هذه المياه لن يكن هناك أي فئران. أنا مبللة بالكامل. يجب أن تعرف كيف تتعامل مع الأنابيب. أوه فأر، من أين أتى؟ أي فأر؟ يبدو أن الوقت قد حان بالنسبة لي للهروب. لدي مجموعة كاملة من العمل للقيام به. كنت أعلم أن هناك خطأ ما. مرحبا. من أنت؟ لا تقلقي، لقد أحضرت الطعام للتو. أوه حقا، برجر رائع. هو دجاج كي إف سي، أنا أعشقه. ماذا لديك أيضا؟ لا تفتحي. لماذا تفتحي؟ من الأفضل أن تأكلي دلو الكي إف سي. أتمنى لك وجبة شهية. سأذهب وأطعم الآخرين. أليكس مرحبا، أحضرت لك صديقك. انظر صديقي، أنا أرى هذا الأرنب لأول مرة في حياتي. هذا ليس بيلي، لقد خربطت كل شيء. أخيرا وجبة لذيذة. قفوا، ما هذا الفراء؟ فراء أرانب؟ الآن سأري هذه الطباخة. كنت أعلم ذلك. هل يمكنك التوقف عن الكذب طوال الوقت؟ ما الذي تتحدثين عنه؟ لدي طعام فقط. دعينا نكتشف الآن. أقترح أن نلعب لعبة. هل يمكنك تخمين مكان البرجر؟ ماذا تفعلي؟ أين الأرنب؟ حسناً، ها هو. اللعنة، هذا البرجر اللذيذ حقاً. إذن إنه هنا. لا يمكن أن يكون، لقد رأيته للتو بين يديك. ربما بدا لك. يجب علي المغادرة، سأذهب. أعطني هذا البرجر، أنا بحاجة لتناول الطعام. لقد ذهبنا. أيها الأرنب، أنت جيد جدا. لم أكن أعتقد أنك مرتاح جدا للجلوس تحت قبعة الطاهي. مستحيل، قفي، من أنت؟ أنت تذكرينني بميلا. يبدو أنك متشابهة جدا. من هذا؟ أنا جئت لأطل الجدران. انظري، الطلاء الخاص بي هنا. بالفعل طلاءك مقشر. كل شيء يحتاج إلى إعادة الطلاء. حقا؟ وماذا في الدلو؟ ربما لا يوجد طلاء على الإطلاق. يمكنك أن تري بنفسك. جيد، الآن هذه الأسطوانة. يبدو أن أمري سيكشف. كم هذا مؤلم! لقد عضني شيء ما، ما كان ذلك؟ هذا مؤلم جدا. الآن سأريكي. الحقي بي أولا. سهل. ما زلت سأمسكك. وقت التمارين الرياضية. هكذا.
غريب، لماذا أشعر بالدغدغة جدا؟ ساعدوني، ساعدوني. أليكس، ما خطبك؟ من أين جاء هذا إلى السجن؟ إنه هامستر رقيق ولطيف. إنه بيلي الخاص بك. ماذا؟ لا، ليس بيلي مرة أخرى. الآن سأريك. شاهدي ما يحلق هناك. حسنا، توقفي. لن تبتعدي. أعدك بأنني سألتقطك يا ميلا. هولك طارت فتاة. هذا ليس مضحك. أعطني هذا الهامستر واجلس بهدوء. الآن لدي صديق صغير أيضا، سأدعوه ستوبا. أتمنى أن نكون أصدقاء. مرحبا. لا يسمح لكم بإدخال الحيوانات. لكنها شيشي، ستساعدني في عمل الحيل السحرية. هل تحب الحيل؟ أستطيع أن أفعل الكثير. لا، لسنا بحاجة إلى أشخاص مجانين هنا. مع السلامة. لا يجب أن تفكري في ذلك. سأريك ما أستطيع فعله الآن. بعد أن تنظري إلى هذه التعويذة سوف تغفي. 1، 2، 3. لقد نجحت. أحسنت عملا. أليكس، انظر، أحضرت لك بيلي. هذا ليس هو مرة أخرى، ولكن يمكن أن يكون مفيدا. لديه مفاتيح زنزانتي. بالضبط، يمكن السماح لك بالخروج. افتح البوابة حالا. هاي، أنا حر. كل الشكر إلى هذا القرد. اسمها شيشي. ثانية واحدة، أنا بحاجة لتغيير ملابسي. أنا لا أنظر. لا تقلقي، أنا ألبس سروالي. أعتقد أن شيشي تشبهني إلى حد ما. إذا بقيت هنا فيمكنني الهروب بأمان. لن يلاحظ أحد. كمان. أوكي. حان وقت الهروب. لا يوجد أحد، هيا بنا نركض. ماذا فعلت؟ هيا نهرب. ماذا يحدث هنا؟ من أين أتى هذا الضجيج؟ ماذا حدث هنا أيضا؟ أين هو أليكس؟ مرعب، هذه الساحرة حولته إلى قرد. سيغمى علي. مرحبا بيلي الصغير، لقد اشتقت إليك جدا جدا. أنا أحبك كثيرا. حسنا، قفي. من أنت ولماذا أتيت؟ أنا طبيبة، إنه فحص مقرر للسجين. ماذا يوجد في الحقيبة؟ انظري، ربما تريدين تجربته. لا لا. أوكي. إذن سوف أذهب للمريض الآن. هذا مريض؟ مضحك جدا. هاي أليكس، أنت مريض. أنا لا. نعم، كم أشعر بالسوء. قلبي ينزف، معدتي تؤلمني. ما هي مشكلتي؟ إنه حقا بحاجة إلى المساعدة. هيا. أخيرا جلبتيه. نعم، لقد وجدت طفلك الصغير. أنقذني القاعة المزدوج لهذا الصندوق القديم الجيد. هنا، أمسك. واو، لكن هذا ليس دروجك. أوتشي، خذيه بعيدا، لدي حساسية من القطط. أوتشي، أوتشي. حسنا، أنا الآن أعاني من الحكة. يبدو أن القطة وجدت صديقا آخر. لقد ذهب للقبض على الفأرة. حسنا، ماذا هناك؟ شيء ما يتحرك. حيوان في مكان ما. ليس ما كنت تفكري به. جينجر، لا تركض بعيدا مرة أخرى. آسفة، كان هناك سوء تفاهم. أنا ذاهبة إلى المنزل. هؤلاء الأطباء.
سأجدكم جميعاً. توقفي. مرحباً، لقد جئت للتنظيف. لابد لي من فحصك. يبدو كل شيء على ما يرام، لكن هناك شيء خاطئ هنا. بالضبط، دعيني أرى ماذا في الدلو. في الدلو؟ ما الذي تتحدثي عنه؟ بشكل عام، انظري كم هو قذر هنا. دعيني أمر. فقط كوني حذرة. هل تعتقدي أن هذا كل شيء؟ لم أنتهي من مراقبتك بعد، سيدة التنظيف. أليكس، ألقي نظرة، لقد وجدت طفلك المدلل. هذه المرة كان علي أن أحمله في الدلو. هل هذا الصغير الذهبي لك؟ أمسك. ذهبي، إنها سمكة، بالطبع ليست لي. فقط لا تصرخ. أوه، لقد سكبت كل شيء. يجب القيام بشيء ما بشكل عاجل. أنا آسف، لكن ليس لدي خيار آخر. ماذا يحدث هنا؟ سمعت صراخ. أليكس، ما الخط؟ للتو استخدمت المرحاض. أنا فقط أعاني من عسر الهضم. أوه، لماذا لم تقل على الفور؟ دعينا نذهب، هذا محرج. أوه، لقد ذهبوا. واو، الأسماك مرتاحة للغاية هناك. متى سأجد دروجك الخاص بي؟ أنا حقا أفتقده. لن أسمح لأي شخص آخر بالدخول. كي، خذ هذا على كل شيء مني. مرحبا، لدي تجديدات. كما ترين، أحضرت معي حقيبتي الكاملة من الأدوات. أظهر ما لديك بالداخل. بسهولة، كل ما أحتاجه هنا. بالفعل حقا. أوه، أثناء وجودك هنا هل يمكنك مساعدتي؟ ساق الكرسي مكسورة. بالطبع. سيساعدني الشريط اللاصق الأكثر شيوعا. لا يوجد شيء أكثر موثوقية. هل أنت واثق؟ حسنا. تعال معي وأرني ما هو معطل. كدت أن أصل. ها هو دروجك. أعتقد أننا وصلنا بالفعل. لا، هيا بنا. لدينا مشاكل في هذه الزنزانة، لا يوجد ضوء على الإطلاق. أحتاج إلى تعليق مصباح كهربائي. أعتقد أنك يمكن أن تفعل ذلك. هاي أليكس، هل تريد تنظيف الزنزانة؟ تحتاج إلى إزالة الغبار. يبدو أنه يجب أن أصنع ثقباً هنا. وكيف نفعل ذلك؟ أعتقد أن المطرقة ستعمل على ما يرام. لا، ليس هذا. أنا بحاجة إلى المثقب. الآن كل شيء سيعمل بالتأكيد. ما هذا؟ لماذا الصوت عالٍ جداً؟ اهدأ، هناك تجديدات وتصليحات للتو. الحفرة جاهزة، يبقى الآن أهم شيء. سوف أدخل الحيوان الأليف هناك. آمل أن يكون هو دروجك الذي تحدث عنه أليكس. ما هذا الآن؟ أوه، ماذا حدث لصديقي؟ أوتش. أليكس، ما هذا؟ ماذا حدث؟ أتساءل ما الذي رآه بهذه الفظاعة؟ هل هذا خنزير ذو أذان كلب؟ ماذا يحدث هنا؟ على ما يبدو الخنزير الصغير ليس بالضبط دروجوف. سأبحث أكثر. الرائحة كريهة، حان الوقت لغسل حذائي. بهدوء، الطفل نائم، جئنا لنرى أبيه. توقفي، أولاً أثبتي أنك تعرفين. ها هي صورتنا. إذن لا توجد أسئلة. هل يمكنني اللعب مع الطفل؟ لا، إنه نائم. بالطبع. إذن هيا تفضلي. أليكس، أنا هنا مرة أخرى. ماذا؟ ألا
لم تعرفني، إنه أنا يا عزيزي. هذه المرة بالتأكيد أحضرت لك دروجون. انظر، هل هذا هو؟ صغيري دروجوك، أخيراً رأيتك. تعال إلي يا عزيزي، لو تعرف كم اشتقت إليك. لدي هدية للطفل، إذن ماذا يحدث هنا؟ هذا كثير جداً، طفح الكيل، لكن في النهاية أمسكتك. الآن سوف تجلسي في نفس مكان أليكس، هل هذا مفهوم؟ من فضلك أنا لست مذنبة. ما هذا الزي؟ لا أريد، رهيب. هل أنا في السجن؟ أرجوك اتركيني. لا، استمتع يا طيور الحب. لا، أنقذوني، ساعدوني. واو، أين نحن؟ التحدي في انتظاركم، سيتلقى أحدكم نافورة الشوكولاتة. سوف تذهب إلى الشخص الذي سيرسمها أفضل مع هذه الأقلام، لكن هناك شيء مهم للغاية تحتاجون إلى رسمها بفمكم وليس يديكم. لديكم دقيقة فقط ولقد بدأت. لابد لي من الفوز، لأنه لا يوجد أحد أكثر روعة مني. ماذا؟ سوف تخسري؟ لأنني أنا سأحصل على أفضل رسم. بينجو. لا يمكن أن يكون لديك نافورة شوكولاتة زرقاء. بالطبع لا، أنا سأفوز. على وعلى ذلك لدي فكرة رائعة، لماذا أنفخ الطلاء إذا كان بإمكاني إزالة الغطاء؟ واو، لماذا لم أفكر في الأمر بنفسي؟ أحتاج إلى التجريب. أنا أسقط. هل جربتي؟ هل نجحتي؟ سوزي ألا تخجلي، كان من الأفضل أن تساعدي صديقتك، لا أن تسخري مني. أحتاج إلى تعليمك درسا، ريشة بسيطة سوف تساعدني في ذلك. أتي. ماذا علي أن أفعل الآن؟ وكأنها بندورة حمراء أو شيء أسوأ. الآن بالتأكيد سوزي ستخسر. هل هذا مضحك؟ إذا سوف تخسري أيضا. خذي هذا. هذا مرعب، لماذا؟ ميلا ستحصل على ما تستحقه أيضا. لا لا، أرجوك لا. يا فتيات انتهى الوقت، أظهروا ما رسمتوه. جولي، ما هذه البقعة الحمراء؟ هل الطلاء انسكب؟ على ما يبدو على الوجه أيضا. سوزي، لماذا لديك أيضا كل شيء أحمر؟ حقا، هل أكلتم جميعا طماطم؟ مثل هذه الرسوم لا يمكن أن تفوز. لدى ميلا رسم متواضع، لكنه على الأقل بدون فوضى حمراء. ميلا، لقد فزتي. هاي، الآن هذا لي، الشوكولاتة اللذيذة. نريد أيضاً القليل من الشوكولاتة. وسوف نحصل عليها. كم هذا لذيذ؟ هذه الشوكولاتة لذيذة فعلاً، أنا سعيدة لأنني فزت. مهلاً، أين الشوكولاتة؟ حقاً، من تجرأ على شربه؟ كيف لا يخجل؟ لصوص؟ هذه المرة ستكون جائزتكم أصلية أكثر. انظروا إلى هذا الكلب الرائع، إن الجائزة ليست هو ولكن هذه الفضلات التي تبقت منه. في هذه الجولة سيتعين عليكم الرسم مرة أخرى مع الفم، لذلك جربوا. لقد بدأ الوقت. أعتقد أنه لا يوجد شيء أسهل من رسم الفضلات. حسناً، لجعل الرسم أكثر موثوقية أحتاج إلى إضافة الرائحة، حتى أنني أعرف كيف أفعل ذلك. ما هذه الرائحة؟ هل مات شخص ما هنا؟ أعتقد سيغمى علي. أوبس، لم أغسل ساقي منذ فترة طويلة. الرسم بالقدم أمر صعب، لكن الرسم مع المرفقين هو حلاً أكثر ملائمة.
لكن لا مشكلة، لا يزال لدي مجموعة كاملة من الأقلام. أوه لا، يبقى أنني الوحيدة التي أحاول. يا فتيات توقفوا عن الرسم، حان الوقت لإظهار أعمالكم. حسناً أنظر. ميلا الفضلات بالطبع لا مشكلة بها، لكنني رأيت أفضل. هنا على سبيل المثال سوزي، هذا رائع. لكن لدى جولي فضلات لا بأس بها. من الواضح أنها تريد أن تخسر، فليكن هي من ستحصل على الفضلات الحقيقية. ماذا؟ لكنني كنت مريضة بسبب سوزي، لن أكل هذا الرعب. يجب عليك، هذه هي القواعد. يا له من كابوس، سوف أتخيل أن هذا مجرد شوكولاتة. هل أنت تأكلين حقاً الفضلات؟ لا، هذه حقاً شوكولاتة. يا فتيات، هل تريدون أيضاً التجريب؟ لا، شكراً. في هذه الجولة ستكون الجائزة السمكة، ذات الرائحة الكريهة وليست لذيذة على الإطلاق. حسناً، سوف ترسمون بالصلصات. يبدو لي أن الأمر ممتع وغير عادي، لذلك يمكنكم البدء. لقد بدأ الوقت. لم أرسم أبداً بالصلصات، آمل أن يكون جميل. كم يوجد؟ سيكون لدي اختيارات كبيرة. ولكن لماذا كل القمامة علي؟ أنا لست قمامة لك. حسناً، أعتقد أنه الوقت للبدء. هذا سيكون ألذ رسم رسمته على الإطلاق. سأبدأ مع الكاتشب، وأنا سأبدأ مع صلصة الجبن. إنه أصفر، لذلك هو أكثر ملائمة لهذه السمكة. لنبدأ. أوه، انتهت الصلصة بسرعة. أحتاج إلى العثور على بديل في أقرب وقت ممكن. يبدو أن هذا جيد جدا. يبدو أنني موهوبة. اللعنة، حتى سوزي لديها رسمات أفضل. يجب أن أسرع. بالضبط، لدي خمس أصابع، مما يعني خمس أصابع يمكن أن أرسم بها في نفس الوقت. رائحة هذه الصلصة لذيذة، لن يحدث شيء إذا جربت القليل منها. كم هي لذيذة؟ لا، هذا قليل، أريد أكثر. المزيد من الصلصات. ميلا، ما بك؟ هل تأكلين الصلصات؟ مع هذه العلبة انتهى الصوص لدي. ليس على رسومي، لقد خرب الرسم بشكل كامل. كم هذا لذيذ. اللعنة، أكلت كل الصلصات، الآن سأخسر بالتأكيد. حسناً، لقد انتهى الوقت، حان الوقت لمعرفة ماذا رسمتم. لدي طريقة واحدة فقط، أبدل الرسوم مع سوزي. أنا أنتظر. جولي، ماذا فعلت؟ لا يبدو مثل السمكة أبداً. ميلا، أرني ماذا رسمت. رائع، يبدو جيداً. حتى الآن هذا أفضل رسم. سوزي، لم تبذلي أي جهد، لذلك سأضطر إلى إعطائك هذه السمكة. أتمنى أن تحبي الأسماك النيئة. أنا؟ لكن هذا خداع. سيتعين عليك أكل الأسماك النيئة. لن يكون نيئاً، سوف أطهيه. لدي أيضاً موقد. ماذا تفعلي؟ آسفة، أنا فقط لا أعرف كيفية استخدامه. يبدو أنني بحاجة إلى توجيهه إلى السمكة. انظروا، يا لها من سمكة لذيذة. أخيراً يمكنني تناول الغداء بشكل طبيعي. يا لها من لذاذة.
يا فتيات، هذه المرة تنتظرنا أحلى جائزة، هذه الرقيقة. سيتعين عليكم رسم القطة على أنفسكم، من ينجح سيستقبل هذه الصغيرة. كما هو الحال دائماً لديكم دقيقة واحدة وقد بدأت للتو. أنا شخصياً أشبه القطط، لذلك لا يجب علي أن أرسم الكثير من التفاصيل. سوزي، أنت تبالغين في تقدير نفسك، الجميع يعرف أنني سأفوز. الأنف جاهز، تبقى فقط الشارب. لا أحد منع استخدام المرآة. لا أعرف كيف يمكنهم وضع المكياج بدونها، لكن الأمر أسهل معها. لقد انتهيت تقريبا. هذا جيد بالنسبة لي لأن مكياجي هو الأفضل. أوه، ميلا انظري، جولي تهوش، تستخدم المرآة ولا يمكنها فعل ذلك. علينا تلقينها درسا. أوافقك، أنا أعرف كيف أفعل ذلك. مهلا، ماذا تفعلي؟ لماذا؟ الآن كل مكياجي سوف يمحى. الآن بالتأكيد سأخسر. حقا أريد هذه الصغيرة. لدي فكرة كيف نستبعد منافسة أخرى. سوزي، لقد تركت بقعة عند أنفك، سأساعدك. حسنا، إذا لم يكن صعبا. بالطبع لا. الآن تبدين أفضل بكثير، قطة رائعة. شكرا جزيلا، كنت أعرف دائما أننا أصدقاء. حسنا، دعونا نقرر من سيحصل على هذه الصغيرة اللطيفة. جولي، لا يمكنني النظر إليك. سوزي، ماذا فعلت؟ نحن لا نلعب القراصنة. ماذا؟ قراصنة؟ أيتها الماكرة؟ لكن ميلا، بالمناسبة هذا لطيف جدا، وهذه الرقيقة ستكون صديقتك. هاي، سأحبك وأطعمك وألعبك. أولا، يبدو أن ميلا لديها حساسية من القطط. حسنا، لا مشكلة، سنتعامل مع القطة. أوه، ميلا حمراء تماما، نحن بحاجة إلى الاتصال بالطبيب. كم أنت رقيقة.